صحيح هو بأن الحكومة العراقية برئاسة نور السعيد قامت بصفقة مالية مع الحكومة الإسرائيلية، وممكن أن نقول قامت بباعت اليهود العراقيين إلى إسرائيل. وعندما اتخذوا قرار في البرلمان العراقي ومصادقة الحكومة العراقية بإسقاط الجنسية عن كل يهودي عراقي يريد أن يرحل إلى إسرائيل، وماذا جرى بعد إصدار هذا القرار؟ رأينا بنسبة قليلة جدا من 120 ألف يهودي عراقي في بغداد وباقي المدن العراقية قاموا بتسجيل أنفسهم للهجرة إلى إسرائيل. ولكن بعد 10 أيام فجأة سمعنا بقذف قنابل في كنيسة شمتوف في بغداد، وهذا مما أدى خلال عدة أيام إلى الهجرة جماعية من يهود العراق تحسبا من الخوف، وجميعهم فكروا بأن هذه القنابل في كنيسة شمتوف سوف تمتد إلى أرجاء العراق. ورأينا خلال أسبوعين 99% من اليهود العراقيين سجلوا أنفسهم إلى إسرائيل، أي نحن لم نقوم بالقدوم إلى إسرائيل عن طيبة خاطر، وإنما قمنا بسبب الترحيل الجماعي الذي قامت به الحكومة العراقية بمساعدة الحكومة الإسرائيلية.